بدأت وفتحت البوابات على بركة الله لانطلاقة الجياد والأفراس العربية عمر الأربع سنوات فأكثر متنافسة في شوط التكافؤ من 75 إلى 95. الانطلاقة تبدأ من المسار الخارجي ذاهل الخالدية وسيف القصيعة من الداخل، وأيضا برنس عامر يأتي للمركز الثالث. المركز الرابع جدارة الخالدية من المسار الخارجي مع هذا التقدم إذن، وأيضا نافذ الخالدية يأتي للمركز الخامس، فيما سيف القصيعة يقود هذه الأسماء بقيادة خالد رويشد من المسار الداخلي، وأيضا الحضور يأتي من ذاهل من المسار الخارجي. ذاهل الخالدية يتقدم إلى جوار سيف القصيعة، وأيضا الحضور قادم من جدارة الخالدية في المركز الثالث، فيما برنس عامر في المركز الرابع في منافسة الخيل العربية. وعلى مسافة 1800 متر تبدأ جدارة الخالدية ابن الجالود من المسار الخارجي تبدأ التقدم لتشكل ضغطا على سيف القصيعة الذي يقوده خالد رويشد في هذه الأثناء. منافسة قوية تبدأ ثنائية ما بين سيف القصيعة وجدارة الخالدية، وأيضا الريم سيالة القادمة من المسار الخارجي، وأيهم عذبة أيضا في هذا الحضور المميز. بينما سيف القصيعة لا زال يتمسك جدارة الخالدية تتقدم الآن، وأيضا الريم سيالة وأيهم عذبة ابن منجز. أيهم عذبة ابن منجز يحاول أن يتقدم من المسار الداخلي، فيما الريم سيالة من المسار الخارجي، فيما أيهم عذبة ابن منجز يتقدم الأيهم ابن عذبة. أيهم عذبة يتقدم بكل قوة، ما شاء الله تبارك الله، بشعار محمد، بشعار خالد فهد الحوشان. ألف مبروك.